أسوأ ثلاث أمور ممكن تكون بالرجل بشكل عام؟ الخيانة الخيانة الخيانة. يا ساتر أسوأ ثلاث وكرم أنا أقول نمشي أشياء كافي الأسئلة لا تسألها يرحم والديك هذه كلها علينا يا أبو هذا والله الدنيا فينا لو أدري إن هذا البرنامج كان من زمان يد عامل حكمي أنا مبارح إنه لا تعمم تجربتك هذه أنت عممت عليها كل الرجل وأنا وياك وقبل شوي تقول لك الرجل وإبراهيم أي إبراهيم رد لها أسوأ أمور بالمرأة المرأة خيانة المرأة قول خيانة خيانة المرأة ثم المرأة ثم المرأة يس وقتلت أبو المرأة سعد المرأة ما نقدر ما نقدر من باكر يشوفكنا يا أبو قرب الله فاطمة أسوأ ثلاث شغلات فيكي نفس أبو يوسف العصبية التسرع مرات يعني أجدم على أمور بعدين أتندم طيب أحلى ثلاث شغلات لا قول لي أسوأ لا ما سألناك أسوأ قول لي الأسوأ أسوأ حبي لها أحلى ثلاث شغلات فيه حبي لها يا الله طيب خلاص ثلاث شخصيات أثرت عليك بحياتك ثلاث شخصيات يعني فنانين قصدك ما أعرف بحياتك أمك خالتك عمتك أوكي يعني الله يرحم الوالد إيه؟ والوالدة الله يرحمها وفي بعض بس ما أبغي أذكر يعني في بعض الفنانين أثروا علي ثلاث فعلا شخصيات أثرت عليك بحياتك والدتي أثرت في حياتي واجد غيرت مسار حياتي للأمانة ومخرج يوسف بس لازم أقول الحق للأمانة يوسف مرزوق كان في مخرج في تلفزيون دولة الكويت من دولة جمهورية مصر العربية أنا يعني الله يرحمه أدين له وأيضا أدين لعبد العزيز المنصور طيب أي نعم خليني معك ثلاث أمور تعلمتها بزمن كورونا تسامح أو مش تسامح مع النفس للأمانة أقول لك يعني. بس ثلاث بس واحدة هي واحدة كافي استاذ كافي تتسامح حال بس استني نفس السؤال أنا كان في خاطري من ساعة أقول قول ثلاث شغلات تعلمت فيها بزمن كورونا تعلمت وين الأصدقاء الأوفياء وفعلاً شو دخل كورونا بالأصدقاء الأوفياء؟ لأن أنا كنت في الحجر وإني عرفت أصدقائي ما حدا يقدر يفوت لعندك بالحجر على داري ما كان فيني شيء أنا ما أقول فوتوا أنا أقول يتصلون يسألون بعد بيصيبهم هذا كورونا عادي تليفون هذا يعني تعرف لما يكون معك إخوان أهل أهل طيب مشان الوقت ثلاث فنانين عرب تتمني تمثلي معاهم ثلاث فنانين؟ كلهم مثلت معاهم مثلتي مع عادل إمام؟ قصدك أبي؟ عرب أي أوكي يسرى عبلة كامل طبعاً عادل إمام أكيد يعني ثلاث فنانات تتمنى تمثل معاهم؟ لا أنا في فنان كنت يعني المفروض أني أشتغل معاه للأمانة وضيعت فرصة بحياتي اللي هو عمر الشريف فنانات؟ الله يرحمه نسوان؟ يعني كان حلم واشتغلت معهم أمينة رزق وسناء جميل للأمانة طيب آخر سؤال أهم ثلاث فنانات خليجيات سعاد فنانة طبعا سعاد حياة هدى أهم ثلاث فنانين خليجيين لا ما أقدر أقول لك لأن راح أميز ناس على ناس نفذ حاله نفذ طيب.